العهد اللي بيننا يا استاذ انت ناسي؟ ناسي ان اللي يتجوز التاني يضربه بالرصاص؟ يهبل يهبل، هو في احلى من الجواز في الدنيا؟ ده متعه عظيمه. ثم انا جوزت حته دي ست تهبل تهوز جميل. ملكة جمال العالم، لطيفة، ملكة اللطف بالعالم، دمها خفيف، عسل شربات. لازم تعرفني عليها. اعرفك عليها اول ما تيجي. هي مش هنا؟ لا. فين؟ عند جوزها. ايه كريزة ولا ايه؟ لما اتجوز واحده متجوزه يا استاذ؟ كانت متجوزه. يعني متطلقه؟ هي متجوزه هي مطلقه. امال ايه؟ لا دي مي سيزون. ايه دي مي سيزون دي؟ ارمله. طب وهي راحت فين؟ راحت تزور المرحوم جوزها في الذكرى الاولى بتاعته. يا عيني على الاخلاص. ايه في الاخلاص يا مان. انا احب الستات المخلصين قوي. ايه في الاخلاص. واشمعنى بقى اخترت ارمله؟ حصل حلو. امي في عيالي. واتعرفت عليها فين؟ مراتي. عرفت عليها يا ابني في فين؟ في السيما؟ لا لا لا. امال فين؟ في الجنينه؟ لا 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 لا. امال فين؟ انا مين؟ اتعرفت عليها في القرافه. ايه قاعده بتلم القرص؟ قرص ايه بصراحه؟ امال ايه؟ هو انا حاجه وشحاته. امال في القرافه بتعمل ايه؟ كانت بتزور المرحوم جوزها في الاربعين. ومموتة روحها من العياط. طبعا جوزها 40 مغمى عليها. والله يا مجدي كان مغمى عليها. اخلاص. وشوشتها في ودنها وعرضت عليها الجواز. قامت فايت وراحت موافقه. النصيحه لو انت عايز تتجوز اتجوز ارمله. لا 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 لا، انا عقلي مشغول بواحده تانية. دلعها دلع ايه؟ ولا لما تغني عليها صوت ايه؟ ولا يا عيني عليها بقى لما ترقص بقى. ايه ده؟ انت بتحب واحده بتغني ترقص؟ اخر مره سبتها في اسكندريه من سنتين ونص. بيني وبينك عايز اروح اطمن عليها. جايز تكون سابت جوزها. الاقيم الاقيم، عشان كده مستعجل عايز تروح اسكندريه. لكن حبيبتك دي متجوزه؟ متجوزه شوكه القرناوط. ايه نبيه مالك؟ في ايه؟ انت قلت اسمها ايه؟ قصص ايه؟ شوكة محسن الأرناؤوط. ايه يا نبيه؟ بتقول ان جوزها اسمه شوحة جوكسن البوطي؟ لا، اسمه شوكة محسن الأرناؤوطي. وتعال يا نبيه فهمني، اصله كان هاملها. تصور بيسيبها في اسكندرية بالست اشهر ما يسألش عنها ولا بتليفون صغير حتى. مجدي. نعم. انت متأكد بالكلام ده يا مجدي؟ طبعا متأكد. نحن متأكد جدا. بس انت يهمك الموضوع في ايه؟ انت تعرفه؟ لا. تعرفها؟ لا. حد في الدنيا يعرف واحده كانت متجوزه واحد اسمه شوكة محسن الأرناؤوط؟ لا وي. بس ارجوك ما تجيبش سيره لحد يا نبيل. لا سيره كبير، هو معقول انا اقوله لحد برضه؟ وانت بقى مستعجل عايز تروح اسكندريه عشان تقابل مرات شوكة محسن الأرناؤوط؟ ما تتصورش وحشاني قد ايه يا نبيل. بحبها حب، بعشقها عشق، بدوب فيها دوب. جمالها جمال ايه؟ حلاوتها حلاوة ايه؟ ولا شعرها؟ عيني على شعرها. ولا وشها؟ عيني على وشها. ولا شفايفها؟ عيني على شفايفها. ولا دقنها؟ عين على دقنها. ولا رقبتها؟ عين على رقبتها. ولا خلاص كفايه، وصلت لرقبتها كفايه. قبل ما تتجوز شوكة كانت من بتوع هش بش. ايه ده؟ مرات شوكة الأرناؤوطي كانت رقاصة؟ كانت رقاصة وفي محل درجة ثالثة كمان. إنما الحق يتقال يا نبيل، الحق يتقال. المحل ده ما كانش لاقي ياكل قبل ما هي تبتدي ترقص فيه. أول ما بدأت ترقص فيه الزباين بقت كده، بقى بيزغي. الزباين بتزغي. طبعا، ما هي المسألة مسألة إيه؟ نفس. نفس. نفسها حلو في الرقص. ياكك انت كانت تبتدي ترقص، تبص تلاقيها تروح داخله برجلها اليمين
وش معنى عين رجلها اليمين؟ بتتفائل وتبص تلاقيها بقى تغني وتقول يا عم ليه ده كده ليه؟ هي كتعة كتعة ايه يا بني انت كتعة ايه؟ امال عامل ايه ده كده ليه؟ بتلم النقط النقط اصلها كانت بنسميها نفسها راقصة الجبل بص في شعري بص بص في شعري بص بص في شعري بص بيطير حواليك وسقف سقف 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 يا خبتي ليه؟ في ايه؟ لا مفيش عارف؟ هي مش كانت رقصة درجة تالتة؟ إنما كانت مشايبة اسكندرية ودلوقتي القاهرة وحياتها المهم أروح أتلمع بقى وأجي عشان أتعرف على المدام بتاعتك عن إذنك أتعرف على المدام؟ ما تنسي تتعرف عليها فين وإمتى؟ ليه فين وإمتى؟ الساعة 3 أنت مش عازمني على الغدا الساعة 3؟ 3 و5 هتجيلي الكريزة هتبقى أنت المسؤول صح 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 عارف الكابتن ده؟ ببقى عيل عن اسمك مع السلامة مجدي ما تتأخرش برا عشان تبقى تكمل لي مغامراتك مع نبوية نبوية مين؟ صاحبتك بتاعت اسكندرية اسكت ايه؟ مش اسمها نبوية؟ ما اسمها ايه؟ نعرفوه؟ يا راجل تبقى عارف رقبتها وما تعرفش اسمها صدقني انا بيه في اسكندريه كلها كانت مشهوره باسم بطه اول ما تطلع على المسرح يقولوا بطه هي بس ده مش اسمها الحقيقي ما اسمها الحقيقي ما حدش يعرفه ايوه امال ايه بطه ده اسم الشهر اسم الفني بتاعها اسم الشهر المهم اروح احلق بقى وجد غد عشان الحق اتعرف على المدام بتاعتي واسافر على طول ما تتصورش وحشاني قد ايه بطه وقطعني حتى انا ملك ايديك وقاني في حبك ابوس رجلي بص في شعري بص مش ممكن مستحيل انا مراتي زي بيقولوا مرتي بتخش برجلها اليمين عشان بتتفائل وعامله ايه ده كده عشان النقطه اللي هتنقط يا حالة ومجدي ما تحبش يا مجدي طب تستنضف شويه يا ليله سودا يا نهار سلطاني اهلا هما جابوك هنا لا حمش شاطر بس تبص عليا في اوضه النوم يا خيبتك يا هبل يا اتريها بتقول عليك طيب دلوقتي بس عرفت ان طيب معناها طول اطلعي انت دلوقتي يا دهين طلعي الحاجات دي على فوق تسمح تفهمني يا استاذ الحركات اللي انت عملتها معايا تسيبني في القرفه وتمشي يا لهوي انت جننت يا نبيه
اهلا. ايه اهلا دي؟ اهلا مرحب بيك. شو بيكي لبيكي؟ انا ملكي ايديكي، وخذ بالك من حكايه انا ملكي ايديكي. الله ذوقك يجنن يا نبيه. ايه رايك ان الصوره هنا مكانها احلى 100 مره من اوضه النوم؟ مش كده برضو؟ بس عارف يا نبيه، انت فيك شبه كبير جدا من المرحوم. شبه ايه اللي بيني وبين المرحوم؟ اولا انت راجل طيب. لا لا يا اختي لا، انا مش طيب. لا ده انا قتال قتله، انا من سلاله ريا وسكينه. ايه ده، ايه التواضع ده؟ إيه، انا احب اطمنك يا نبيه، انا هعاملك زي ما كنت بعامل المرحوم بالظبط. يبقى رحنا في دهي. هخلص لك يا حياتي زي ما كنت بخلص له بالظبط. هيبقى رحنا في 60 داهيه. المهم انك تعيش سعيد معايا. سعيد وطيب. وطيب. سعيد وحمار. هوقعها في كلام، لازم اوقعها في كلام. شريفه. نعم يا حبيبي. انت اسمك ايه يا شريفه؟ اسمك ايه يا شريفة؟ اسمي شريفة طبعا. انا ما انا عارف، لكن يعني قبل ما تتجوزيني. كان اسمي شريفة شوكة الارناؤوطي. جميل، وابي شوكة الارناؤوطي. كان اسمي شريفة شرف الدين. بس طبعا بس ما كانش في اسم دلع. انت قصدك اسم الشهرة. ايوه هو شهرة يا بابا. ايه ايوه كان كل اصحابي وحبايبي يدلعوني ويقولوا لي يا شوشو. خرام عليكي وعلى طعامتك وعلى لقمك. مش عايزه توقع ابدا، اعصابها زي الحديد، لكن انا وراها لحد ما اوقعها في الكلام. حكيم انا موقعاتي. شريف. نعم يا حبيبي. اسكتي اسكتي. ايه يا نبيه؟ مش وانا جاي على هنا لقيت واحد بيبيع بط. طب واجي فيها ايه؟ روبي. اعصابها زي الفولاذ، لكن انا وراها لحد ما توقع في الكلام. لازم توقع في الكلام. هو كان محل درجه ثالثه. بينش. اول ما الراجل ده جه الزباين بتشغي. عارفه ليه؟ ليه؟ كان بيخش برجله اليمين عشان بيتفائل. ايوه. ومظاهره قدام المحل. عايزين بطة، عايزين بطة، عايزين بطة. وانت اشتريت منه؟ ولا هي هنا، كاني بتكلم على واحده تانية، لكن انا وراها لحد ما تقع في الكلام. لازم تقع في الكلام. كنت هشتري جزبه. ايوه انا بطه وانت بطه. ميرسي. وانت بطه. طيب وانت بطه. خلاص انت بطه، انت بطه، انت بطه. ما انا سامعاك كويس يا نبيل. طب لما انت سامعاني، طب ما تعملي حاجه. عايزني اعمل ايه؟ يعني هزي حاجه، ارقصي حاجه، اغني حاجه. حيب يا نبيل، انت نسيت ان النهارده الذكرى الاولى للمرحوم شوكت. المفروض النهارده لا راديو ولا تلفزيون يتفتحوا. حداد طبعا يا حبيبي. ولا مزيكا ولا رقص ولا حاجه ابدا. حداد هنكشر. لازم تكشر. عليه بطه. انت جالك ايه يا نبيل؟ يكونش نفسك تاكل بطه؟ لا مش عايز اكلها، ده انا عايز اذبحها. خلاص انا هقول لعم ربيع يجيب لك بطه. ايوه يجيب البطه كده يحطها قدامي عشان اخليها ترقص. ترقص وتغني. البطه هتغني. انت المعين يا كريم. وعطاني حتت، انا ملك ايديك وانا في حبك ابوس رجليك. طز في شعري طز بيطير حواليك. وسقف سقف سقف. يا خبت يا خبت يا خبت. اهدى بقى الراجل ده، انا سايبهولكوا كويس. انتوا عملتوا فيه؟ ها انا خرجت من هنا كان عايز ايه اللي جننه فجاه؟ ها ويقول لي سقف سقف سقف. ويا خبتي يا خبتي يا خبتي. تكونش الغيره؟ هي الغيره بتعمل كده في الرجاله يا ناس؟ طب انا ذنبي ايه؟ المرحوم شوكة الارناؤوطي لما كان عايش كان مخلص لي جدا.
المفروض انا كمان اخلص له بعد ما مات. اظن دي حاجه ما تزعلش نبيل. مين؟ انا. اهلا 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 يا استاذ. السلام عليكم. جاي لوحدك يعني؟ امال الاستاذ ما جاش معاك ليه؟ الاستاذ مسافر يا فندم. مسافر؟ لسه موصله المطار. مسافر على فين؟ مسافر على جنبه. مسافر على جنبه. على جنبه ده؟ لا مش على جنبه ده. على جنبه ده؟ لا ولا على جنبه ده. طب مسافر على انهي جنب فيهم يعني؟ مسافر على طيارة جنبه. طيارة جنبه؟ هي الطيارة اسمها جنبه. يا اخي افتكرت قصدك طيارة جنبه. ايوه فندم. ايوه طار بالسلامة وتلاقيه دلوقتي يا دوب كده دخل المجال الجوي للعياط. يا استاذ. نعم. اعقلها معايا شوية. ركب طيارة جنبه عشان يسافر العياط؟ لا مش على طول طبعا. ده هو هيعمل ترانزيت في لندن وينزل ياخد تاكسي بالنفر للعياط. هيخرم يعني. تخريم يا فندم. يا اهلا. الشنطه دي مستورده من هناك. من لندن؟ لا من العياط. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. النهار باين من اوله النهارده. انا قلت ايه عن الحكايه؟ ما بقول لك ايه. ايوه فندم. انت جبت كل الاوراق اللي معاك؟ تصفيه التركه. ايوه موجوده يا فندم. موجودة اهي الشنطة الجميلة. ايوه اتفضلي حضرتك راجعيها بنفسك. لا 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 انت هتراجعها معايا. ايه اراجع؟ ايوه تراجع. انا اراجع؟ ايوه انت تراجع. مفيش معنى. بس قبل ما راجع يا فندم القانون في صدري. القانون يحميني. انت بتقول لي انا الكلام ده ليه يا استاذ؟ عشان خايف. اتفضل اقرا. حاضر. انا ناقصه مجانين يا ناس. اولا شركة التصدير والاستيراد ومحتوياتها من بضائع وأرصدة ثمنها كلها على بعضها 150 ألف جنيه. بس لا لسه في ثانيا. قول ثانيا يا أستاذ. ثانيا عمارة بالعباسية. الكلام ابتدى يحلو اهو. امسكي الخشب يا مدام. خير اللهم اجعله خير. ادي الخشب اهو. حتة عمارة. عمارة دورين. دورين تمنها كلها على بعضها 500,000 جنيه. انت يا استاذ بتخرب. في عمارة في الدنيا دورين ب500,000 جنيه يا استاذ؟ ايه غالية؟ غالية جدا طبعا. ما هي رخرة تستاهل. ازاي؟ دي عمارة سوبر لوكس. ايه؟ فيها 3 اسانسير. شوف الهنا بقى. 3 اسانسير على عمارة دورين يا استاذ. ما هو عشان السطوح عالي شوية. فين يعني؟ في الدور 16. ثالث العمارة كمان يا فندم. العمارة مش مبنية بالطوب. امال مبنية بايه؟ مبنية بالحجر. حجر؟ حياته اطول. غريبة. أضف إلى هذا. أيوة. العمارة بقى مسكة 5 نواص. الله يا حلو. أعملها تاني. دي مسكة إيه؟ 5 نواص. اتجننت يا أستاذ. لا لسه. يا أستاذ في عمارة في الدنيا عاملة كده مسكة 5 نواص؟ أنا عايز أفهم النهاردة أخرته إيه؟ مش مصدق يا فندم. اتفضل إزاي بس في حاجة عاملة أنا برضو كده. ما صدقتش. وسألت واحد مهندس معمار. كويس سألت مهندس معمار. صاحبي. أيوة. صاحبي قوي قوي يعني. كويس. كان معايا في كلية الزراعة. قلت له اسمع بقى. اسمع يا باشمهندس. ده ما رحت له الشغل بتاعه. بيشتغل فين؟ في الجمعية. بيشتغل في جمعية؟ عامل جمعية هيقبضها الأول. قلت له ايه يعني لو سمحت يعني. ايوه. بصفة سيادتك كده راجل خبير وخريج اداب. للبخي. معقوله في عماره بخمس نواصب؟ قال لك ايه؟ قال لي ممكن. النهارده بالذات ممكن. كل شيء ممكن. 5 و6 و7. ازاي؟ الطب اتقدم. نافوخ يا ناس. هو انا ناقصه يا اخواتي؟ بقول لك ايه؟
مش مقتنع. اذا كان في سلسه نقراها وخلصها. حاضر يا فندم. اذا سمحت. من عناك. انا مش ناقصاك. سلسه 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 ده هيتطور علي. سلسه لا 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 قبل ما اقول سلسه. ايوه القانون في صف. يا استاذ سلسه ازاي بس انا هقراها ازاي سلسه دي. حاضر يا فندم من عناك. سلسه ايه بقى الهبالة اللي انت قلتها دي؟ ايه في كلمة مش واضحة؟ ايه ده كله مش واضح يا استاذ. مش معقول. ارجوك فصل كلامك. فصل نعيدها تاني. فصل هنا اللي بقى الهبالة يا بها ماما هبها يا هماها. الله هي يا ماها الاخرانية دي هي اللي فهمتها. دي طلعت ياباني. لا مؤاخذة يا فندم سلسة ما تتقلش كده. إذا سمحت امشي من وشي دلوقتي. أنا عايز أعرف المحامي ده جابهولي منين. إيديا خوات عليا أقعد يا ابني بدري. إهدى بقى فيلا 1000 متر دورين بالعجمي ثمنها 70,000 جنيه. شوكة طول عمره لما كان بيسافر اسكندرية كان مفهم إنه نازل في أوتيل. عمره ما قال إنه عنده فيلا في العجمي. انا ما عنديش اي فكره عن الفيلا دي يا استاذ. ولا انا. محتويات الفيلا غرفه نوم ب9000 جنيه، فيديو كاسيت، افلام ممنوع، ملابس حريمي خارجيه وداخليه، بدله رقص. يا خرابة. قبل ما تفقعي بالصوت القانون في صف. افهم يا استاذ الملابس الداخليه والخارجيه دول بتوع مين؟ مش بتوعي. اكيد مش بتوعك يا استاذ. بس لو افهم اسال مين يا ناس يرد عليا. لو اسالك ترد عليا ملابس داخليه وخارجيه. معلش يا فندم حقك عليا يا فندم. معلش نعم. قادر اطلع برا؟ ايه ده الاتعاب. بقول لك اطلع برا. طب هاتي اي حاجة برا. هنروح. طيب سلام. حلو قوي. ها ده كله النهاردة ما شاء الله. يقولي هنروح سليم والتاني يقولي سقف سقف سقف. يا خفتي يا خفتي يا خفتي. ايه اخوات اللي جارة ده؟ لو كلكم وشوكة الأرناؤوط يكون تاني. قال انا فاكرك طيب فاكرك مخلص. قال طلع اسكندرية عشان اشغالك واعمالك. انت بفيلا في العجمي وملابس داخلية وبدلة رقص. يا ربيع يا ربيع. افندم. خد شوكة ارميه في الشارع. نعم. خد شوكة ارميه في الزبالة. ده شوكة بيل أرناؤوطي. ارمي روحك وراه. زومبا. انا يضحك عليا؟ انا يجرالي كده؟ طب اقول ايه دلوقتي لنبيه لو عرف؟ ها اقول ايه لنبيه لو عرف ان الجوز الاولاني اللي انا مش حاطه قلب جوز التاني عليه طلع خاين وغشاش؟ يا ويه طلع بتعملها بالداخليه وبدله راس الوانها طلع عليه العرافه. ده انا طلعت عبيطه بشكل كده. صبرك عليا يا شوكه يا ارناؤوطي. كلام. نبيه ايه رايك يا حبيبي؟ انا بعرف ارقص حلو قوي قوي. اظهر وبان عليك الامان. اسكت يا نبيه. اصلا النهارده سعيده فرحانه قوي. ليه يا روح؟ مش انا فكرت اسافر اسكندريه النهارده. هوبا اسكندريه مرسومه. We'll be right back.
الله يرحمك يا شوكة بيه ويبشبش الطوبة اللي تحت دماغه. أنا كنت عارف يا صديقي العزيز النوم في الآخر حيرموك في الشارع. هكذا الدنيا. صدق الشاعر الفرنسي ألبرتو مورافيا إذ يقول: إن الدنيا فرندقش أبو الهسين يركب الفرس. الله، خلاص هتبقى يا بيه وتمشي. خلاص يا تهاني، فينيتو لا موزيكا. العيش بتاع ربيع كت لغاية هنا. أنا بس اللي مجنني ومطير واحد برج من نافوخي. شريفة هانم، تواقف على كده ليه؟ ربيع عمل إيه؟ أنا أسيب الشغل وأمشي ليه؟ بالإنجليزي يعني بالكواة كده؟ طيب؟ شريفة هانم، يا شريفة هانم. نعم. ربيع لسه هنا. هو لسه هنا؟ طب أنا نزلان أما أشوف عايز إيه سي ربيع ده؟ نعم أفندم، حضرتك عايز إيه بالظبط يا سي ربيع؟ خلاص يا فندم، أنا بنلم هدومه وماشي، بس قبل ما نمشي عايز نعرف حاجة. عايز تعرف إيه؟ إيه سبب الإنقلاب المفاجئ دي؟ من غير أسئلة، أنا كلامي أوامر. شريفة هانم، أنا ما عملتش حاجة يزعل حضرتك. بصراحة كده يا عم ربيع، أنا ما بقيتش عامل لجنس راجل، وأنت بالذات. الله ربي، وأنا بالذات ليه يا فندم؟ من غير ليه؟ أنا ما حدش يسألني ويقولي ليه. شريفة هانم، في المادة 137 من قانون العمل ده بيعتبر فصل تعسفي، وأنا بنحتج. صراحة صراحة يا عم ربيع. أيوة يا فندم. أنت ما عملتش أي حاجة تزعلني. أوه ميرسي يا مدام، ده تريجود. بس أنا مش طايق أشوف وشك. زومبا، ده أنا واخد حتة زومبا، إنما إيه جاية من ذنب وإيه؟ بس أنا عارف الزومبا دي جاية من إيه؟ هو ما فيش غيره، استنى عليا، الزومبا تب الزومبا. تهاني؟ أفندم تهاني. يلا. شريفة هانم، قبل ما نمشي للشهادة والتاريخ عايز أقول لسيادتك حاجة. أنت ممكن تستنى النهاردة لبعد العشاء يا عم ربيع. طيب يا فندم متشكرين. عايز أقول لسيادتك حاجة بخصوص البيه جوزي المرحوم؟ لا، علي مش هيشوف رحمة لا دنيا ولا آخرة. نبيه جوزي؟ ماله؟ شريفة هانم، خلي بالك منه، الراجل دي تصرفاته مش طبيعية. إزاي؟ بيلعب إيه؟ يعني هيكون بيلعب كوتشينة، بيلعب بديله. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ صدقيني يا فندم، انا عندي حاسة شم ولا كولومبو في زمانه. وعشان تتأكدي من كلامي ركبيه كويس، امشي وراه، فتشي في جيوبه، اتجسسي عليه وهو نايم. اتجسس عليه وهو نايم؟ ازاي يا عم ربيع؟ شريفة هانم، في رجالة كده هم نايمين يتكلموا يقوموا يفتشوا اسرارهم. ايوه، بس نبيه جوزي ما بيتكلمش وهو نايم، وحتى لو اتكلم انا مش هقدر اسمعه. ليه يا فندم؟ لانه بيشخر شخير جامد قوي وهو نايم. اها، هنا بقى مربط الفرس. تعرفي جناب جوزك بيشخر ليه؟ ليه؟ عشان يشوشر على الاذاعه المحليه بتاعه. بقول لك ايه يا عم ربيع؟ ما تجيبش سيرته على لسانك بعد كده. طيب بلاش كده ولا كده، البيبي يتجسس عليك. بيتجسس علي انا؟ صدقيني يا فندم، اداني 100 جنيه عشان اقول له اذا كان في حد بيقابل حضرتك في غيابه ولا لا. نبيه جوزي قال لك كده؟ وحياه المرحوم في لندن. لا، من غير حلفان، انا مصدقك يا عم ربيع. الزومبه بالزومبه. روح انت دلوقتي يا تهاني. تعالى هنا يا ربيع. افندم، انا عايزك النهارده على الغدا تعمل لنا بطه. تحت امرك يا فندم. نبيه جوزي بيموت، بيحب قوي البطه. يا سلام، واي موت. ممكن تبطل الانجليزي بتاعك ده شوية؟ اوكي. انا حلاقيها من مين ولا من مين؟ بقى معقولة انا صدق ربيع؟ بقى نبيه جوزي يشك فيا، يسأل من ورايا الشغالين؟ 100% دي زومبا من ربيع، عشان كده انا مش هجيب سيرة النبيه خالص. هو انا عبيطة؟ يا غلينا عليا، يا غلينا عليا، يا الاسكندرية، يا الاسكندرية. الله، ده الحلاوة دي. فرحان مبسوط عايز ارقص، ترقصي معايا؟ طب ايه رأيك بقى يا استاذ ان انا عارفة انت فرحان ومبسوط ليه؟ ليه؟ عشان انا شلت صورة المرحوم من هنا وحطيت صورتك مكانه يا حياتي. برافو عليك يا أروبا. أصل أنا فكرت كتير جدا بيني وبين نفسي، لقيتني ظلمك قوي يا نبي. هو أنت ظلماني وبس، أنت ظلماني وفرساني وقتلاني. من إيه؟ من حبك. أنا بحبك. سقف سقف سقف.
خبت يا خبت يا خبت. عشان أثبت لك يا نبيه إن أنا بحبك وبموت فيك، أنا نسيت شوكة خلاص، مسحته من دماغي بأستيكة. فجأة كده؟ آه فجأة كده. آه إيه مناسبة يعني؟ النهاردة بس. عرفت مقدار حبي لك قد إيه؟ النهاردة بس. النهاردة بس. آه إيه السبب يعني؟ هي مسألة شخصية كده يعني. آه من عارفها من عارفها. نبيه احنا هنسافر اسكندرية امتى؟ هاني اسكندرية؟ طب اسكندرية ليه؟ اسكندرية ليه؟ عشان اغير جو. تغيري جو؟ جو. تغيري جو؟ جو. تغيري جو؟ جو. والجو اللي هنا ماله؟ خلاص بقى كخة. إذا كنت مش عايز تسافر معايا أنا هسافر لوحدي. هوبا مرسومة. اسمعي، مفيش اسكندرية مفيش سفر. أنا عايز أفهم حكاية اسكندرية دي مزعلك كده ليه؟ هي كلمة، مفيش سفر اسكندرية. مفيش سفر اسكندرية. لا أنت عصبك بايظة أوي يا نبيه. وعفاريت الدنيا بتتنطط في وشي. طبعا عشان ما بتنامش كويس. أنا هقوم أجيب لك منوم. الله منوم، هتديني منوم 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 ليه؟ عشان اعصابك يا حبيبي. عشان اعصابي ولا عشان ما فيش اسكندريه؟ خلاص مانيش مسافره اسكندريه. اه كده. اه بس على شرط اغير جو هنا. اه برافو عليك، او ده كلام الستات المحترمين. وانا ستات محترمين. طبعا لما جوزها يقول لها ما تسافرش اسكندريه ما تسافرش اسكندريه، وبعدين تبقى تغير جو. الله تديني النوم في الشاي وبعدين تغير جو هنا. نبيه انا هروح اعمل لك شاي. مش عايز لا شاي ولا قهوه. بس عارف جرى لك ايه النهارده يا حبيبي؟ انا ده انا محضره لك حته مفاجاه على الغدا يا نبيه، انما تجنن. لا ما مش هتغدى هنا النهارده. ليه؟ انا لا عايز اكل حاجه ولا عايز اشرب حاجه ولا عايز منوم حاجه. طول عمرك بتتغدى في بيتك. ما زال اتغدى بره يا ستي. طب خلاص يا حبيبي ما تزعلش مني. هتتغدى لوحدك؟ لا مش لوحدي، مع واحد صاحب. مين صاحبك ده؟ لا ما تعرفوش. ما تعرفوش من سنتين ونص. طيب طب ما تعزمه يتغدى معاك. تعزمني كمان؟ عزمهولي كده. طب ودي فيها ايه؟ لا ولا حاجة، بس اصل صاحبي ده بيتكسف شوية. يا سلام، ليه الدرجة دي خجول؟ خجول اوي اوي اوي. انت قادرة يا اختي؟ نعم قادرة قادرة. يا خبر، ده انا كنت حاسه نبيه نص ساعة ورجع على طول. رايحة فين؟ رايحة للكوافير. مفيش حاجة اسمها كوافير. انت جربك ايه النهاردة يا نبيه؟ هو كل حاجة لا لا لا. ايوه وانا راجل حبش، وهي كلمة واحدة، مفيش كوافير يعني ما تتأخريش. مش هتأخر يا حياتي. عايزين نعزمها لها هنا بدون نوم في الشاي وبعدين يغيروا جو. هنا عايزين نحط الجاز جنب الكبريت وانا اللي ولع. اعصابي يا عالم اعصابي، مش قادر افكر مش قادر اتكلم. كل ما بسمع حكايه بطه دي بترعش. افتح الراديو يمكن اسمع مزيكا ولا حاجه تفوقني شويه. السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار تقرأ عليكم بطة محمد علي. ايه ده؟ هي جميل إذاعات العالم بتتكلم عن بطة 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 بطة؟ دي بقت ولا رجل؟ أعصابي عالم، أخش أخد منوم أحط دماغي في الفريزر ولا حاجة؟ كل حاجة بطة 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 بطة. طيب قلنا طيب. اهلا وسهلا بالاستاذ عارف جرم العزيز. اتفضل اتفضل يا استاذ عارف. يا
غزالي يا غزاء. قولي جبيب ايه موجود؟ لا مش موجود. الله لم شريف هانم موجودة؟ لا مش موجودة. يا خسارة، كنت جايب لهم دعوة عشان يحضروا حفلة عيد ميلاد الست بتاعتي. افتكر يا استاذ هما مش هيقبلوا دعوتك. ليه يا عم ربيع؟ عشان ايه؟ عشان عندهم ظروف وحشة النهاردة. يا سلام يا عم ربيع، تعالى اقول لك، هما دايما عندهم ظروف وحشة؟ ده احنا من يوم ما سكننا في العمارة يا بابا بقالنا اسبوعين، كل ما نعزمهم يعتذروا، كل ما نعزمهم يعتذروا. إذا كانوا مش عايزين يطلعوا الشقة عندنا فوق يقولوا، يقولوا يا عم ربيع عن هم طلعوا، احنا ننزل. وإيه رغبة سيادتك في الدربكة دي؟ أنا طبعي كده، أحب الدفء الأسري، ما أحبش نبقى ساكنين في بيت واحد وما نعرفش بعض، أنا شعاري في الحياة تبادل المنفعة. يعني أنت راجل منفعجي بقى. عيب يا راجل، عيب، اختشي. جرى إيه في الدنيا يا ناس؟ جرى إيه في الدنيا؟ افرض انت يا بابا اتزنقته واحتجت الليمونه. الله ربي، الليمونه مهمه جدا عشان السلطه. يا سلام، الليمونه مهمه جدا عشان كل حاجه، تاخدوا الليمونه بكل سرور. ربنا يكرمك يا ابني. احنا احتاجنا بطيخه. مش كبيره شويه؟ انا فنان وبحتاج التليفون، اتمرمط واتكلم من عند البقال؟ لا ما يصح. اتكلم من عند القهوجي؟ لا ما تجيش. اتهزا واتكلم من عند الجزار؟ لا حرام. اتكلم من عند الجيران؟ انا فنان يا استاذ وكل الناس لازم تخدمني. وجنابك بقى فنان في اي صنف؟ ايه ده، انت ما تعرفنيش؟ لا ما نعرفكش. ما تعرفنيش يا ربيع؟ لا ما نعرفكش. جاي في الدنيا انا الاستاذ، عارف وعارف الموسيقار، ما بتشوفنيش في الراديو؟ ما حصلش الشرف لوداني. ما بتفهمش في المزيكا، ما بتفهمش في الالحان. قول لي يا عم ربيع. نعم. تعرف السلم الموسيقي؟ انا بنعرف سلم الشغالين وبس. حلوه حلوه يا ربع، اوحيت لي بلحن خرافي عظيم. الله الله الله، دوريمي سين شين صا. يا سلام يا سلام، عزم على عزم، دل ما فاسل يا لا لا دل ما فاسل لا حاجة ما لا يلا يلا. لا لا هل والله العظيم ثلاثة تبقى معجزة لو خلفت بعد كده. حلو اللحن يا ربيع زي الزفت. اسمعوا تاني يا زي النيلة. تروى مش حالة تروى. بصوا بصوا بصوا، سيبنا في حالنا. بصوا بصوا سيبنا في حالنا. دلمة فاسلية لا ولا ولا، حلوة زي الدلمة. طب هات التليفون. ما عندناش تليفون. هات التليفون بالزوية يا ربيع. بليبني سليفنين تليفوني سي. سلام عليكم. كده طيب اوكي. دلمة فاسلية الله الله الله، وحياة ودك انا جبتيته مش خالص. لا 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 مش عايز عشان خاطر الله. معلش ماشي يا عم ربيع. اتفضل يا استاذ. ميرسي يا ربع. لا في استاذ، الله يخليك لي. ربنا يكرمك يا بول. ميرسي يا شكرا. في حدا؟ حصل حاجه يا بولدي؟ دربكه في ايه؟ مفيش حد بيرد. الو. ايوه ورده، وردة جزائرية. أيوة يا وردة. أيوة يا حياة. أيوة يا وردة، أنا الأستاذ عارف، عارف الموسيقار. أيوة يا ستوال. أيوة يا وردة، أنا معاك يا حياة. أيوة يا كرز بيطرح. معلش يا وردة أنا أتأخر شوية. كرز بيطرح ما تفتحش يا بابا. أيوة يا ماما، أنا معاك يا وردة، أنا جاي أهو. معلش خلي الموسيقين قاعدين يا ماما، أنا جاي على طول. حاضر يا وردة. والله يا وردة جاي، يعني جاي خلاص. أنا خدامي تحت أمرك. باي باي. باي باي. أوكي يا ماما خلاص. باي باي. باي باي يا فايزة. فايزة هلا يا حاضر. قول لي حاضر يا ساتر. إيه اللي بيحصل النهارده؟ أهلا وسهلا بجارتنا الجميلة. ويلكم. استني يا ماما. عارف؟ استني يا ماما. عارف؟ ايه اللي انت بتحببه ده يا عارف؟ بلحن يا كريم. جاي يتلحن في بيوت الناس يا عارف، قلت لي خمس دقايق بقالك مليون دقيقة دلوقتي. اسف اسف جدا يا كريمة، اصل يا جماعة مش موجودين والله. مش كده يا عم ربيع؟ ايوه 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 ايوه. اتفضلي اقعدي.
البيت بيتنا. اتفضلي تاخدي قهوه. يا ريت. قهوتك مظبوطه؟ مظبوطه. بن تقيل؟ بن تقيل. اتنين حاجه ساعه وسندوتش. اسمعي اللحن ده. يلا يا عارف سامعني. بجد؟ انا عبقري. طب يلا. اه والله عبقري. بصي. ها. ليلى ليلى. يا عسل. ميرسي. بمت الشعنانا. ليلى ليلى. يا سكر. ميرسي. ليلى ليلى. يا رب تموت. حلوة. يا رب تموت. هبط علي. هبط علي. هبط علي. هبط علي يا ولي. هبط علي. الوحي الالهام. لقيت اللحن اللي تايه مني يا كريم. اصل انت ما عندكش ذوق يا عارف. انت لو عندك ذوق دم ما تلحنش في بيوت الناس. كتاك القرف. انا اسف جدا يا كريمه. اعذريني. اقدر ظروفي يا ماما. انا فنان. انا موهوب. موهوب يا حبيبي. موهوب. لحظة علي. ايه؟ لحظة علي. ايه؟ موهوب. ايوة. بوم 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 لي 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 بوم 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 بس خيلي وهتجنن عليه. ايه ده صحيح؟ اه والله. بس هديهم بومبا واديني مكان. طبعا يا عارف يا حبيبي انت موهوب. بس يلا بينا بقى. مش رايحين عند الحلواني؟ حلواني ليه؟ ايه يا عارف؟ حلواني ليه يا ماما؟ ما جبت لي كل حاجه. ايه ده صحيح؟ جبت لي كل لوازم عيد الميلاد. حلو قوي يا عارف. يلا بقى نروح القرافه. قرافه ايه يا عارف يا حبيبي؟ انت ناسي النهارده عيد ميلادي. يا سلام. وانت ناسي النهارده الذكرى الاولى للمرحوم جوزك الاولاني الله يرحمه شوكه محسن ارناوتي. يا سيدي مش ناسيه. ايه عد. انا لغيت البروبة عشان عيون الراجل. انا مش ناسيه. انا ما بحبش اروح الحتت اللي كلها نكد وعياط وقرف. صدري بيطبع عليا يا عارف. يطبع عليك ازاي يا ماما؟ يطبع عليك ازاي؟ انا بالعكس يا ناس صدري بينشرح. يا سلام. انا ما بعرفش الحن الا من خلال المصايب. ازعق منك يا عارف وصرخ. ازعق. انت زعلانه ليه يا ماما؟ اه طبعا زعلانه. انت عارفه اللحن اللي انا لحنته لك كده وشعرك وخلاكي نجمه مدلعه مشهوره في اسكندريه؟ اه تاني حته. ايوه طلع ازاي؟ طلع ازاي؟ اسكتي يا كريمه. اللحن كان مزرجن معايا كويس قوي. قلت زوري العرفه يا واد يا عارف. ليك واحده مسكينه حزينه يا عين امها لابسه اسود في اسود وعماله تندب على جوزها وتقول يا جمالي. اه يا حبيبي. اه يقطعني يقطعني وانا لحن قطعني قطعني حياتك. برافو. انا ملكي. برافو. وقعني في حبك يا بوس رجليك. بص شعري بص بيدير حواليك. وسحة سحة 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 سحة. هو ده يا عارف؟ هو ده. يلا بقى نروح القرافة. انا بقى مش طالعة القرافة يا سي عارف. كل عشر دقايق يا كريم. يا اخي انا شو تطلع على جوزي الاولاني ليه؟ كان يقرب لك من بقيت. كان صديقي يا بنت الناس. والنهارده انا متجوز مراتي ثم انا مش معلق صورته عندنا فوق. بس عشان اقول لك البرواز ثمنه 200 جنيه يا سعاري. مظبوط. لازم نزور المرحوم المزار كويس. اذا كان ولا بد يا حبيبي هطلع انا لوحدي. ايه يا عم؟ لوحدك؟ لا. ليه؟ ما عنديش ستات تخرج لوحدها ابدا. ممكن افهم قصدك ايه من اللي انت بتقوله ده؟ رجلي على رجلك يا ماما. انا راجل غيور وشرس. ما فيش حد يبص لك بس قد كده. الله يرحمك يا شوكت. الله يرحمك. كان بيسيبني في اسكندريه لوحدي بالست اشهر ويرجع ما يستنيش عملتي ابدا في غيابه. يا دنايا. كان بيسيبك بست اشهر. ست اشهر ولوحدك بطولي. بطولك يبقى راجل قفص. دي ناسيه. ناسي اني كنت بطردك في كل حته على امل تطلعي وتتجوزيني. بس انا عرفت اقفك عند حدك كويس قوي. جميل. والجدع البحاري يا. اه كابتن مجدي. انا كنت اعرفه ايام ما كنت رقاصه. بس بعد ما اتجوزت شوكت قطعت علاقتي بيه. كان واقح يا هانم وعينه منك. المهم انه ما طلش مني حاجه. انا كنت مع شوكت ست محترمه بقدر الحياه الزوجيه. اسمع يا عارف اذا كنت عايز تعيش معايا سعيد خليك زي شوكت. عيب. ايه يا عارف؟ اوعى تقولي زي شوكت. ليه؟ انا احسن من شوكت. يا رب يموت. انت ناسيه؟ ناسيه اللي كان متجوزك من ورا قالك؟ ايوه لان قالي اللي خايف من اهله عارفه ان اتجوز بطل رقاصه. مش يمكن يا بنتي الناس بيضحك عليك وبيخدعك ومتجوز غيرك؟ شوكت. مش ممكن شوكت يعمل كده. شوكت ده كان مثال الصدق والاخلاص. والاخلاص ليا هو ينسي ان كنت بطل رقاصه. فاهم ولا ما انتش فاهم؟ مش فاهم. واروح القرافه. لا لازم تفهم يا عارف. ومش طالع القرافه. عمت بدماغي يا كريمه. واروح القرافه. مش رايحه يا عارف القرافه. هروح القرافه يا كريمه. مش رايحه يا عارف. انت عايزه تدمريني؟ عايزة تدمريني؟ ليه يا عارف؟ عايزة تدمريني؟ ليه يا عارف؟ حرام عليك. ليه؟ حرام عليك يا ولي. ليه؟ حرام عليك.
ألحن إلا بالأرافة. وأنا أعرف مش رايحة الأرافة. بتعنديني يا بطة؟ ما تقولش بطة يا عارف، ما حدش في الدنيا يعرف إن اسمي بطة. بطة دي ماتت من زمان، فاهم ولا لأ؟ مش فاهم يا بطة. ما تقولش بطة يا عارف، قلتلك مش فاهم يا بطة. قلتلك ما تقولش بطة. شفتي بتجيبي نفسك، أديني كنت هضربك. اتفضلي بقى، رايحة فين؟ رايحة عند الكوافير طبعا. برافو. كوافير؟ طب والله لو اروح عند الكوافير وقدام الناس واقول لها يا بطة. بطة بطة هو كل حاجة في الدنيا دلوقتي يقول بطة 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 بطة. الساعة بقت 3 والواد مجدي لسه ما جاش. حلو، يكونش سافر عن الله، يكونش دست رماية عن الله، تكونش دسته طيارة عن الله، ولو رجع تبقى مصيبة. مش لازم اخليه يشوف مراتي ابدا ابدا، واذا المسائل هتتجدد من جديد. وحظ المني المكتوب في الجرنان النهاردة يا قاعدين يكفيك وشر الجايين، ومجدي هو اللي جايين. انا جيت وانا انتهيت. انا حلو، انا قمر، انا عسل وطحينة، انا فرق. انت فرقت بس على واسع. عازب بقى وماشي على حل شعر. فين الغدا؟ يلا بينا يلا بينا. يلا بينا يلا بينا. على فين؟ هوديك حته دي مطعم حتى اكل صبعك وراها. لا مطعم ايه؟ انا هتغدى ايه؟ لا ما انا نسيت اقولك على حاجه مهمه اصلا. مراتي مش هنا النهارده وما عندناش ريحه الغدا. الغدا جاهز. خلاص ما دام الغدا جاهز نتغدى هنا بقى كده ليه؟ لا طوال يا مجدي، اصل الاكل اللي عندنا يقرف يسد النفس. فشرت انا الاكل بتاع انترناشونال. نبيه بيض انت فرجيت، ما تنساش انا اللي بنعمل الاكل هنا. ما انا عارف اللي كده بتعمل الاكل هنا، لكن انا اللي بدوق، انا اللي بدوق، انا اللي واخد الخازوق. خلاص بقى يا ربيع، روح وضب الغدا وتعالى. يلا اوكي يا كابتن. طب بسرعه يا ربيع بسرعه، عشان البيه مستعجل. البيه عايز يسافر اسكندريه على طول. لا ما انا خلاص عدلت عن الصف. الله، وعارف منين انك مش مسافر؟ لا ما انت برضه لازم تسافر اسكندريه يا مجد. مش معنى لازم اسافر يعني؟ اقل تزور امك يا اخي. امي؟ ما اعتقدش ان انا هسافر لها. وصاحبتك بتاعت اسكندريه؟ انا فيهم هتطلعي حنطت انا ميت جهديك وانا بحبك. ابوس رجليك، بص بشعري، بص بيطير حواليك. وسقف سقف سقف سقف. خدي يا خدي يا خدي. الغريبة يا اخي انت بتقفلها وحش ايه. بطة بطاطا حبيبتك بتاعت اسكندرية مش هتروح لها. اسكت. مش قابلتها. قابلت بطة؟ فين وانت؟ من ربع ساعة وانا داخل الشارع عندك لمحتها قدام الكوافير. الله، كوافير كوافير. هي هي. طب ولما قابلتها قدام الكوافير كان صدفة ولا كان في معاد؟ لا 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 لا، صدفة. أول ما شافتني اترعشت. رحت مرعش لها. حاولت اخد منها معاد، رفضت تديني معاد. جرجرتها في الكلام، عرفت منها ان جوزها شوكت مات. ايوه مات. وانها اتجوزت واحد جديد. جديد اتجوزت واحد جديد. اسمه ايه؟ ما يتلكش على اسمه يا اخي. رفضت تقول لي اسمه. الله يسترها الله يسترها. شوف يا اخي شوف يا اخي، هي خاينه خاينه لكن شريفه. وبعدين قالت لي تاكد يا مجدي ان انا اول ما هسيب جوزي هجيلك على طول عشان تسيب جوزها. يا ناوية تسيب جوزها؟ لا يا نبي، بقول لك شافتني. انا اي ست تشوفني تسيب جوزها على طول. ايه مالك؟ بتعمل كده ليه مالك؟ ايه الارهاق اللي انت فيه ده؟ انت ما نمتش طول الليل. اسمع، حظك من السماء، انا معايا حبوب منومة. الله. تاخد حباية مع كوباية شاي. ايوه، تنام ساعتين تقوم فايق. هجيب لك مية. ربيع مرسومة مرسومة. لا خلاص انا فوقت، كمل. وبعدين انا مستني اللحظة اللي هتسيب فيها جوزها. تسيب جوزها؟ طب افرض بقى ان جوزها طلع غلس وراح مزرجن في المسألة دي. مزرجن؟ مزرجن.
ده اكيد ما مقطب ودنين طبعا. ما هو اللي يتجوز بطه ده يكون ايه غير طور مثلا. ايه بتعمل كده ليه؟ هو برده جوزها ده صعبان عليا. صعبان عليك؟ مش برده جوزها ده جايز يقطع راجل محترم ولا حاجه؟ محترم اه جايز اقطع دراعي المكان هزه. رقبتك على يا نبي يا نبي افهمني افهمني، اصلك انت ما شفتهاش ما تعرفهاش، انت لو شفتها هتنسى الدنيا وما فيها. على فكره انا مصيري هوريها لك. بطه 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 جت بطه جت. ايوه يا فين؟ ايوه بطه جت. كانت فين؟ جت من هنا ودخلت الناحيه دي. دخلت الناحيه دي؟ ايوه بطه دخلت الناحيه دي. طب ما تبصش عليها خالص. ليه؟ اسمع اي حركه انا حرف المليان. ليه يا نبي؟ انت مش عازمني عليها؟ ما احسنش حد عليها. انت ديني قوي بقى. انت جبان. انت السكين كمان. مفيش حاجه. ايه بهوات خير في ايه؟ بتتخانقوا ليه؟ مش عايزنا ناكلها يا سيدي. ما تسيبها ياكلها يا بيه. مجدي مجدي احترم نفسك. انا محترم يا بيه. احب اشوف حاجه ما بعصبش يا بيه. وبعدين ما تصفرش وتقدر علي. خلاص نحلها ودي. ونحلها ودي ازاي بقى؟ انا يوم وانت يوم. ليه؟ انت النص اللي فوق وانا النص اللي تحت. فيها يا ولد يا اخوانا عاملين دربك او هلبك شوتك على حاجه فارغه يا ابن والدي. حاجه فارغه؟ طب حلها يا اخويا بقى. انت بس جنابك اديني العنوان وانا اجيبها لك على العشاء. يا حلاوه غريبه يا اخي. ايه الدخل بتاع دي؟ صاحبك ده ولا مش صاحبك؟ وحياه عينيك دول هو مش اولى من الغريب؟ مجدي اخر انذار ليك. انا مش عايز ولا كلمه يا بيه ولا كلمه. صداقتنا في كوم والبطه في الكوم التاني. مجدي اقول لك اخر انذار حد في زمار فراتك. يا اخي ده انا متنايل قايل لك لما بتاخر عن الغدا بتجيلي كريزه، ولما بتجيلي كريزه ما بابا. رجل المرحلة الأولى. ضاع 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 ضاع. خرق هو مين ده اللي خرق؟ الاكل خرق من المطبخ جاي على هنا. خش جوه بقى. هاكل هنا؟ على طول المكتب. هاكل في المكتب؟ تاكل لوحدك. خش جوه. خش جوه. الله جرى ايه يا نبيه؟ انت فين؟ انت يا راجل انت مش عايل انك انت عندك شغل مهم النهارده في المكتب، ايه اللي مقعدك في البيت لغايه دلوقتي؟ ما انا مش نازل ومش هتغدى. الله طب بتزقني ليه؟ انا بكلمك بالعقل. بتزقني ليه؟ مالك يا نبيه يا حبيبي؟ جرالك ان عندك شغل في المكتب، ايه اللي مقعدك في البيت يا نبيه؟ تعالي بس نتمشي. نتمشي ماشي فين؟ لا مش عايزه نتمشى. جرالك ايه يا نبيه؟ تعالي هنا. نعم. انت متعوده تنزلي تقعدي عند الكوافير 5 ساعات. ايوه. ايه اللي رجع بعد 5 دقايق؟ عشان انت قلت لي ما تتاخريش عليا. تقومي تسمعي كلامي؟ طبعا. مش عيب في ست محترمة تسمع كلام جوزها؟ في الأدب. ما بحطينا في العائلات. الراجل ده اتجنن ولا ايه؟ انا رحت لقيته زحمة خدت منه معاد وجيت على هنا على طول. معاد؟ معاد مع مين؟ مع الكوافير. وانت عند الكوافير؟ ما قابلتيش حد عند الكوافير؟ ما كلمتيش حد عند الكوافير؟ طبعا اتكلمت مع ناس كتير قوي. مع مين؟ مع لولا ومع سوسو ومع صفية صاحباتي. بس بس. طب و ايه دي؟ ايه ده؟ مجدي يا جدع.
مجدي أجدى. مجدي أجدى مجدى صاحبتك من سنتين ونص. أنا ماليش صاحبات اسمهم مجدى. مين مجدى دي؟ أخت مجدي. طب مين مجدي؟ أخو مجدي. طب مين مجدى؟ بنت أم مجدي. انت هتلعب لي لعبه البيضه والفرخه ولا ايه؟ هلعب لك البيضه والبط. ايه حكايه البطه وايه حكايه مجدي؟ مجدي 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 عاوز حاجه؟ في حد معانا هنا في البيت؟ لا يا حبيبتي، ده الاستاذ عارف بيندى من فوق. عارف ايه؟ انا سامعه الصوت طالع من الشقه هنا بيه. لا يا حبيبتي، ده من فوق. انا طالع لك طالع لك. الله، الصوت طالع من الاوضه دي يا نبيل. لا يا حبيبتي، ده الاستاذ عارف بيدها من فوق. ما انت عارفه ان هو موسيقار. أيوة. وحداله الصوتيه قويه قويه. نفتح الراديو يعمل شويه نغوشه. الراجل ده جرى له حاجه مش ممكن. بطلوا ده واسمعوا ده. بطل 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 ايه يا ايه الدوشه دي؟ الراديو بيكاكي. خلاص احنا بقينا ساكنين في قهوه بلدي ولا ايه؟ ما يسمعش عنك. استني دوري بتاعك عند الكوافير. مش حتانا دوري. الكوافير لما يجي دوري هيبعت لي الغيط هنا. طب خلاص اعملي حاجه بدل ما توقفها لي كده. طب وانت ما تعمل حاجه بدل ما انت واقف لي كده. انت مش عندك شغل مهم النهارده في المكتب يا استاذ؟ لا لا لا، ما عنديش موعد النهارده. لا عندك مواعيد. اتفضل انزل بقى يا نبي. يلا انزل. نعم يا اختي. انزل. مرسومه. هي تقول لي انزل وهو يقول لي عندي كريزة ويقعد. نبيل يا حبيبي، عندك شغل يا حبيبي، قاعد في البيت ليه ما تنزل؟ لا ما انا قاعد هنا على قلبك. انا مغلس عليك النهارده. قاعد على قلبي. انا عايزك. ما انا نسيت اقول لك يا حبيبتي. ايه؟ ما هو الاستاذ عارف. الاستاذ عارف جارنا اللي فوقنا الموسيقار. أيوه. مراته عندها كريزه. كريمه هاني؟ يا ريتك تقدري تطلعي تقعدي جنبيها، يمكن تعبانه محتاجه لدواء حاجه. بس هي مش صاحبتي عشان اطلع لها فوق يا نبيل. معلش يا حبيبتي، ده الجيران لبعضيها. ايوه بس انا مش انتيم معاهم لدرجه ان انا اطلع لهم بيتهم. حبيبتي ده الجيران لبعضيها، لازم الجار يقف جنب الجار على بال ما الجار يصرف الحمار. يعني ضروري يا نبيل؟ ضروري يا حبيبتي ضروري. حاضر يا حبيبي، اطلع اشوف. على برا على طول قبل ما تنزل. على برا. تعال تعال تفضل. على برا على برا. دراكولا دراكولا مصاص العيال. تعبان تعبان. انا حبيبي خلاص خراب. يا حبيبي خراب. بردان ده بردان عقوزة يا اختي. بردان عقوزة لا شد حيلك شد حيلك. شد على الله اخوه. انا جبت لك الحل. تعال تعال بسرعة. حضرتك مطعم تحت. تعال معايا. تعال اسمع. جواب عشانك يا بيه. جواب عشاني. من ايه ده يا بنتي؟ معرفش. طب روح المطبخ. حاضر. روح المطبخ. حاضر. روح المطبخ. حاضر. روح المطبخ. روح المطبخ. حاضر. روح المطبخ وانا هحصلك. رايحه فين يا بنتي؟ روح المطبخ. يا لازم تروح المطبخ عن طريق لزغلي. مع السلامه يا اختي. ربنا معاك. سيد نبيل كده فاتورة جو هرجي 20,000 جنيه تمن عقد لولي والمظبط. انا عمري ما تعاملت مع جو هرجي.
ده انا بخاف ابص على البترينا لا يحاسبوني. وايه الجواب ده بقى؟ سيدنا بيه زهر. نعم، اخبرنا فرعنا بالاسكندريه ان المرحوم شوكه الارناؤوطي مدين لنا بمبلغ 20,000 جنيه ثمن عقد الولي والمزار. طب وانا مالي؟ وقد